تيبازا أو تيباسا تعني الممر في اللغة الفينيقية. أسسها الفينيقيون لتكون مركزا تجاريا وممر عبور بين الجزائر إيكوزيوم وشرشال التي كانت تسمى إيول وقتها. موقع تيبازا المطل على البحر، البحر الأبيض المتوسط، أهلها لاحتضان عدة حضارات: الشاهد هذه الأثار التي تتكلم عدة لغات، تتحدث الفينيقية وتنطق بالرومانية. تيبازا هي حديقة أثرية ومتحف مفتوح بمعالم وشواهد مكشوفة. تيبازا هي ولاية ساحلية تتواجد بالجهة الغربية للعاصمة، ولاية شاطئية، ولاية تتميز بتزاوج بين البحر والغابة والجبل، جبل شينوا كما يسمى الحارس للولاية. تتميز الولاية بأنها كانت مسرحا للكثير من الحضارات، على سبيل المثال الحضارة الفينيقية والحضارة الرومانية، وكانت آخر الحضارة الإسلامية. كل هذه الحضارات كانت لها بصمة وكانت لها آثار تركتها على مستوى هذه المنطقة. ولاية تيبازا هي منطقة مضيافة تستضيف سنويا الكثير والكثير أو عدد كبير من السياح. عرفت هذه المنطقة باعتبارها منطقة ساحلية وجود الإنسان منذ فترات ما قبل التاريخ، كما تنم عليه بعض المكتشفات الأخيرة في بعض المواقع فيما قبل التاريخ في منطقة شرشال وغيرها. إضافة إلى الحدث الذي يميز تيبازا باعتبارها أحد المحطات الفينيقية منذ القرن السادس قبل الميلاد، فتيبازا مثلا مدينة مقر الولاية وبمدن وشرشال وغوريا برشق سابقا كانت بعض المحطات التي تعود إلى الفترة الفينيقية، أين كانت توجد تبادلات تجارية بين السكان المحليين والعابرين الفينيقيين. فيرجح أن اسم تيبازا مأخوذ من تيباسا أي مكان العبور. مدينة تيبازا وموقع تيبازا مصنف ضمن قائمة التراث العالمي. متحف تيبازا الذي فتح أبوابه العام 1955 يضم بين جنباته شواهد ومخلفات ترمز وتؤرخ لحضارات تعاقبت على المنطقة. القطع الزجاجية المعروضة في متحف تيبازا والتي تم العثور عليها في الحظيرة الغربية لمدينة تيبازا أي الموقع الأثري التي تعود إلى الفترة إلى القرن الأول والقرن الثاني ميلادي، حيث هذه القطع من بينها نذكر الجرة والتي تعني يعني بالمصطلح الأثري المرماديات، يعني حفظ رماد الموتى، بحيث كانت هنالك عادات للدفن من بينها عادة الحرق، يحرق الميت والرماد يتم تخزينه في هذه المرماديات. يحتفظ متحف تيبازا بأدوات كان يستعملها السكان في يومياتهم يعود تاريخها إلى قبل وبعد الميلاد. هذه الجرات المصنوعين من مادة الرخام اللي كانوا متواجدين في كامل منازل مدينة تيبازا في الفترة الرومانية اللي كان يتم فيها تخزين المؤونات وكذلك الزيوت وحتى الخمر. هذه تشكيلة من النقود كانت عملة متداولة خلال القرن الثالث عشر قبل الميلاد.
هذه الأواني الفخارية المعروضة في متحف تيبازا، والتي كل القطع الأثرية اللي موجودة هنا في متحف تيبازا كل مصدرها من المقابر. يعني أن الإنسان في تلك الفترة الرومانية كان يعتقد أنه كانت هناك حياة ما بعد الموت، وهذه الأواني الفخارية مادة الصنع التي يقال عنها أنها مادة محلية يعني من مدينة تيبازا. فسيفساء تزين أرض المتحف. الفسيفساء إبداع وفن في منتهى الإتقان والجمال. هذه فسيفساء الأسرى تظهر صورا آدمية، يرجح الباحثون أنها صور أصلية لسكان منطقة تيبازا قديما. هذه فسيفساء نباتية وكتابية. وهذه فسيفساء السلم والوئام. شرشل القيصرية. في البداية كانت مدينة فينيقية تسمى إيولا. في عهد الملك يوبا الثاني تحول اسمها من إيول إلى قيصرية. شرشل مدينة يوبا الثاني الذي جعل من عاصمته قيصرية مركزا للفن والثقافة الأمازيغية. إيول أو ما يسمى حاليا شرشال، وهي كانت عاصمة ملكية ليوبا. الشيء الذي يميز فترة يوبا الثاني هو ولوعه بالثقافة الرومانية والهيلينية واستقدامه إلى أكبر وأشهر النحاتين ومواد البناء. فمتحف الوطني لشرشال توجد به بعض البقايا المنشآت والإنجازات من منحوتات وتماثيل التي تعبر عن الحياة اليومية المتأثرة بالثقافة الهيلينية أي اليونانية، ومدى قوة مدى ازدهار دولته وثرائها وولوعه بالعمران. فما يحتويه متحف شرشال الوطني من منحوتات وفسيفساء ينافس ما يوجد بروما. رانا قرب تصميم لنقولوا لماكيت تاع المتحف العمومي الوطني، هذا النموذج المصغر. نبداو ديجا نقولوا كيف تتبنى هذا المتحف. بما ان المنطقه منطقه شرشال هي منطقه اثريه جدا باللقى الاثريه والحفريات، في الفترة الاستعمارية كان لابد يتبنى متحف. كانوا يوجدوا الحفريات، يوجدوا اللوقة والتحف ويخزنوها في مخازن. وبعد جاتهم الفكرة قالوا حق نبنيو. كانوا نص اللوقة كانوا يروحوا المتحف الوطني دوكا تاع لي زونتيكيتي، وبعد كانت ايزون ايتي اشميني تانيك للوفر. وبعد غلبوهم تلموا المنطقة الثرية، غلبهم التحف، قالوا لك نبنيو متحف. بني واسس في 1908 على طراز، نقدر نقولوا طراز راك تشوفوا هنايا، هو منزل روماني دوميوس، اربعه اروقه وفي وسطها فناء ناتريوم. ونقدر نقولوا منزل مغاربي هو تانيك هكا اروقه، وكان حوله صحن او حوله فناء. متحف شرشال سجل كبير، صفحاته لوحات فنية، منحوتات وتماثيل في غاية الروعة الرهبة والجمال. مدينة شرشال عريقة
وصول تاعها اللي مرت عليها عدة حضارات وعدة وجز بليزيغ بيريود وعدة فترات منها الفترة الفينيقية بلا ما نساو الى الفترات اللي مقبل تسمى نقولوا بالك مقبل التاريخ اش كان هنايا كاش يقولوا كانوا المحليين مقبل الفترة الفينيقية في مدينة شرشان كامل والقيصرية لا تماثيل الفسيفساء العمارة من احسن واجود الانواع الرخام اللي استجلب كان يعني متاثر كثير بالاخر بالحضاره اليونانيه الاغريقيه. يوبا الثاني بعد نقولوا تنصيبه كملكا على قيصريه على شرشال حاليا هو انسان تشبع نقولوا بالثقافه الرومانيه هي اكثر اللاتينيه كي تربى تما على ايدي فلاسفه على ايدي علماء من هو اصبح هو انسان مثقف حسب المؤرخين انسان مثقف كبير مثقف انسان نيغيدي كتب كتب على وكان مختص في عده ميادين منها حتى النباتات الحيوان الفنون العماره ومنها يبان هذا اللي قاعد كش يقولوا هذه الثقافة تبان في مدينة شرشال من ناحية نقولوا تحف اللي راهو خلاه منا من التماثيل والأنصاب والزخارف المعمارية والعمارة أيضا عمارة اللي راح توجدوها هنا في شرشال من بينها المسرح الروماني المدرج كذلك الحمامات عندنا ثلاث حمامات هنا حمامات الغربية الشرقية تلك في شرشال توجدوها في العناصر المعمارية ثم نفهموا من هذا يبلي كان تشبع كثير من الفنون والثقافة. هذه فسيفساء الأعمال الحقلية فسيفساء ربات الفنون وفسيفساء أوليس وعرائس البحر من معالم شرشال الخالدة والشاهدة على عظمة موريتانيا القيصرية تقنية نقل المياه عبر هذه الجسور بهذه الكيفية اهتدى خبراء شرشال القيصرية إلى نقل المياه التي كانت ذات أهمية منذ أقدم العصور الضريح الملكي الموريتاني أو قبر الرومية بناه يوبا الثاني ملك الإمبراطورية الموريتانية لزوجته كليوباترا سيليني تخليداً لها بعد وفاتها قبر الرومية موجود في بلدية سيدي راشد ما يميز هذا الضريح وجود أربعة أبواب وهمية محاطة بنقوش الضريح يشده 60 عموداً داخل الضريح يوجد هذا الرواق أو الممر الملتوي الذي يؤدي إلى قلب الضريح كما يوجد رواق آخر يضطر الزائر للانحناء عند المشي عند المدخل المؤدي إلى قبر كليوباترا سيليني
نشاهد صورة أسد ولبؤة. قبر الرومية شاهد على أغرب وأقوى وأجمل قصة في الحب والوفاء. هنا ترقد إلى الأبد كليوباترا سيليني، الملكة الأميرة زوجة الإمبراطور الملك الفنان يوبا الثاني. كليوباترا سيليني سكنت قلب يوبا الثاني قبل أن تسكن هذا المكان. ابنة شرشال آسيا جبار، كاتبة، مخرجة سينمائية، صحفية وأستاذة، يغلب على كتاباتها المصاعب والمتاعب التي تحترض النساء. كتبت بالفرنسية واستطاعت أن تعطي صورة عن الجزائر وتعرف بهوية بلادها. كتبت نساء الجزائر، ظل السلطانة، الحب والفانتازيا، بعيداً عن المدينة، لا مكان في بيت أبي، ليالي ستراسبورغ، والجزائر البيضاء. من أعمالها الفنية الزردة وأغاني النسيان وفيلم نوبة نساء جبل شنوى. انتخبت عضواً في أكاديمية اللغة الفرنسية، فازت بجائزة السلام ورشحت لنيل جائزة نوبل في الآداب. احتفل موقع جوجل بالذكرى 81 لميلاد آسيا جبار التي قالت أكتب ضد الموت، أكتب ضد النسيان. هي المرأة المقاومة، محامية النساء، هي القلم الناعم، هي السيدة فاطمة الزهراء ملحاين ابنة شرشال التي فكرت بنون النسوة وكتبت بتاء التأنيث. محمد سليم رياض أحد أبناء تيبازا، هو المخرج والمجاهد الذي كان عضواً في فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا. من أهم أفلامه الطريق، المفتش الطاهر، ريح الجنوب، وحسن طاكسي، وفيلم سنعود الذي سند من خلاله القضية الفلسطينية. الفيلم كان هدية سينمائية لفلسطين من الجزائر، الجزائر التي كانت دائما مع فلسطين ظالمة ومظلومة. من معالم تيبازا مدرسة أشبال الثورة بالقليعة، تأسست العام 1963 لتجمع أبناء الشهداء وتتكفل بتكوينهم وتزود الجيش الوطني الشعبي بإطارات كفأة ونخبة مشبعة بقيم ومبادئ أول نوفمبر. يمزج البرنامج الدراسي لمدارس أشبال الثورة بين التعليم والتكوين العسكري. معنى الواجب، روح الجماعة، قيمة العمل، الصدق، روح التسامح والانفتاح على العالم هي القيم التي يتحلى بها المنتسبون لمدارس أشبال الثورة. اعتبرت مدارس أشبال الثورة مثالاً للوطنية وحب الوطن. غرفة الصناعة التقليدية والحرف بتيبازا.
هنا تشتهر هذه الوكالة بتثمين الفضة من خلال تشكيل وتوزيع مجوهرات ترقى لأن تكون هدايا يقتنيها ضيوف تيبازا المضيافة. هنا في ولاية تيبازا عندنا نوعين من الحلي التقليدي اللي يهضروا واللي يتكلموا على الحضارات وعلى التقاليد الجزائرية. عندنا النوع الأول اللي هو النوع القبائلي. النوع القبائلي كما راكم تشوفوا فيه ألوان كثيرة وأشكال كثيرة، وهذا النوع من الحلي كان موجود من قديم الزمان وما زالوا حتى الآن، ويعبر عن الحضارة القبائلية الأمازيغية اللي كانت في الجزائر من قديم، يعني من القدم. وأحسن هدية ممكن يديها السائح الأجنبي هي هذا الحلي من الفضة، فضة 100%، واللي تعبر عن الشخصية والهوية الجزائرية، ويعني راح يكون شرف لنا كبير لو أننا نقدروا نشوفه حلي خاتم كان أم سنسلة أو أي حاجة من عندنا تكون في بلاد أخرى، يعني راح يكون شرف عظيم لنا. النوع كان نوع النسيج المسطح والنسيج بالعقد، كما هذا مثلا النسيج مسطح اللي ما فيش عقد، اللي تكون خيوط متشابكة ومتقطعة أفقيا وعموديا كما كنتم تلاحظوا في هذا الزربية. باش نديروا الدمغ لازم تكون الزربية فيها معناها تستجيب أو تتوفر على المعايير المعمول بها في هذا المجال، من مثلا طول وعرض وعقد ونوعية المواد الأولية المستعملة والصباغة إلى غير ذلك من المواصفات التقنية. مرحبا بكم عندنا في كلية، راكم عندنا هنا في كلية مدينة تراثية، معكم سمير مداني في الحرفة تاع السلالة لافانري اون فرونسي باللغة الفرنسية. راكم في مدينة القليعة، مدينة القليعة المعروفة بالصنعة هذه تاع السلالة. مدينة القليعة مدينة تراثية معروفة بعدة حرف تقليدية، معروفة بعدة حرف تقليدية، منها السلالة ومنها النحاس، منها النقش على الحطب. كاين بعض الحرف اللي راحوا كاين اللي مازالوا نستحفظوا عليهم، كيما حنا رانا في تقريبا خمسة أجيال. أنا راني تقريبا في الجيل الخامس اللي راني نستحفظ في الميتي هذا، وإن شاء الله يكون فيه دوام إن شاء الله. المادة الأولية هي مادة طبيعية، يعني مواد طبيعية من الغابة، أشجار، ولكن هو أشجار خاص للحرفة هذه، ماشي جميع الأشجار، أشجار خاص. كاين الصفصاف، كاين الزلاز اللي يقولوا له، كاين الدردار، الروراو، كاين كما يقولوا تحريث. عندنا أشكال خدم برك، نبدعوا في الاشكال، نبدعوا في التصاميم. كاين خدمه قديمه، كاين كيما نقولوا حنا الارتيزانه تراديسيونيل. عندنا لافانري كيما نسميوها، هذا السلاله لافانري تراديسيونيل، لافانري مودرن. الا ما كاش السياحه ما كاش الارتيزانه، الا ما كاش الارتيزانه ما كاش السياحه. توريست يجي كي يلقاني نخدم هكذا يقعد يستنى فيها نكملها، يقول لي ما ندير لها والو، نديها هكذاك، يستناني حتى وين تكمل هذاك لوبجي هذاك راني نخدم فيها هكذا، هو راهو قاعد يستنى. يا لو كان يستنى ساعه سي بيو، حاجه طبيعيه.
نعطيك سوا لوزي ولا الرافيا. ها هي الرافيا، الله اكبر. لا رافيا سي بيو، تحط باريكزوم فيها كسره ولا تحط فيها حاجه، ولا سي ما شاء الله من الريحه تاعها تعطيك يعني حاجه طبيعيه ما شاء الله. الفخار وخزف السيراميك يصنع من الطين. منذ القديم الإنسان شده الحنين إلى الطين، الطين التي حولها إلى مادة صلبة بعد تشكيلها وحرقها في النار ثم تلوينها وزخرفتها. بأشكال هندسية راقية وألوان جذابة برع الفنان رضا الساحلي أحد أبناء تيبازا في إبداع هذه اللوحات المتربعة على عرش الزينة والديكور. فن أصيل يجمع بين الجمال والخيال. هذه أطباق تقليدية لا تزال محافظة على ذوق ونكهة الطبخ عند سيدات جبل شنوى.